الكلمة لفريق تقدم الشراكية السيدة النائبة المحترمة زهراء المؤمن. تفضلي السيدة النائبة. تفضلي السيدة النائبة. نمشي تحدي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أولا نهني صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله وأيده على هذا الفوز اللامسبوق والتاريخي، وكذلك الشاب المغربي، ولا ننسى فريق الأسود أطلس، ونتمنى لهم كامل التوفيق والمزيد من التألق. السيد الرئيس المحترم، السيد الوزير المحترم، السيدات والسادة النواب المحترمين، يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فريق تقدم الاشتراكية في هذه الجلسة العامة لمناقشة والمصادقة على مشروع قانون الإطار 0622 يتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، وهو المشروع الذي ينسخ ويعوض قانون الإطار 0349 المتعلق بالمنظومة الصحية وبعض العلاجات. هذا المشروع نعتبره إطارا قانونيا مؤسساتيا يأتي في سياق إرساء عناصر منظومة صحية متكاملة ومنسجمة مع طموحات بلادنا في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية الذي تراهن عليه بلادنا آمالا كبيرة. ونحن في فريق التقدم والاشتراكية عبرنا عن انخراطنا بدون تردد في هذا المشروع المجتمعي العميق، انطلاقا من تموقعنا الاجتماعي بضرورة وضع نظام كامل وشامل وعام للحماية الاجتماعية، باعتبار ذلك يمثل تحولا عميقا في المعيش اليومي لملايين المواطنين والمواطنات الذين يعانون في صمت جراء اللامساواة وانعدام تكافؤ الفرص. وأخص بالذكر سيد الوزير المحترم المناطق الجبلية النائية. تعرف سيد الوزير المحترم باقي عندنا أسبدر. ما معنى أسبدر؟ هو محمل لنقل الأموات. فرجائي أن نحارب هذه التفاوتات المجالية في هذا القطاع، وشكرا. السيد الوزير المحترم، اليوم الحكومة أمام مسؤولية تاريخية، وهي تعي جيدا أن مهمتها الأولى تتجلى في تعزيز داعم الدولة الاجتماعية وتتميد رأس مال البشري المغربي وحفظ كرامتي وتكريس حقوقي وتوفير ظروف رفاهيتي كما عبرت وتعبر عن ذلك في كل مناسبة. السيد الوزير المحترم، من دون شك المنظومة الصحية الوطنية بما لها من تراكمات إيجابية وبما لها من اختلالات ونقائص في ارتباط بورش الحماية الاجتماعية، هي في أمس الحاجة اليوم إلى إجراءات مواكبة لتأهيلها ورفع التحديات التنظيمية والبنية التحتية وتحدي غياب العدالة المجالية في توزيع وضعف التجهيزات الضرورية لضمان جودة الخدمات الطبية وشبه الطبية، وكذلك نظام الحكامة والتمويل الصحي وتحدي الموارد البشرية، إضافة إلى تحدي الملائمة والمواكبة التشريعية، والتي أصبح من اللازم وضع مدونة عامة للتشريع الصحي. ومن مناسبة ومن باب المسؤولية نسجل بإيجاب المجهود التشريعي والتنظيمي من أجل تهيئة الإطار المؤسساتي لاستيعاب الملايين من المغاربة. فعلا اليوم تم احتضان ما يزيد عن 11 مليون مغربي مسجلين في نظام رامد من خلال تحويلهم إلى نظام التغطية الصحية الإجباري. لكن هاجسنا في فريق التقدم والاشتراكية يظل هو مدى قدرة المنظومة الصحية الوطنية على استيعاب هؤلاء المغاربة، خاصة أن هناك اليوم وعي مجتمعي وجماعي بالحق في العلاج والعناية الصحية على قدم المساواة كحق إنساني دستوري، وأصبح مطلبا اجتماعيا مستعجلا لا سيما في ظل الدروس التي تم استخلاصها من جائحة كورونا. هاجسنا كذلك سيد الوزير المحترم هو أن الواقع اليوم يعري عن هشاشة المستشفى العمومي، وكذا غياب جاذبية القطاع الصحي لاستثمارات القطاع الخاص وضعف الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في المجال الصحي، وهذا الشيء يوازي ارتفاع أسعار الأجهزة والمعدات الطبية. كذلك لا بد من أن نسجل أن هناك استمرار في التفاوتات المجالية، لا من حيث حجم الإنفاق في المجال الصحي ولا من حيث البنية التحتية والموارد البشرية، وخير دليل هي التقارير الرسمية المرفقة بمشروع قانون المالية التي تبرز بوضوح هذه التفاوتات، إذا ما أضفنا إلى ذلك ضعف مؤشر التأطير الصحي والولوج إلى العلاجات وضعف البنية التحتية وبنية الاستقبال وغيرها من التحديات والرهانات الكبيرة. سيد الوزير المحترم، نتمنى أن يستوعب هذا مشروع قانون الإطار
كل التحديات والإكراهات المرتبطة بتفعيل ورش المنظومة الصحية الوطنية وإنجاحه باعتباره أهم محاور الحماية الاجتماعية ببلادنا. ونحن واعون في فريق التقدم الاشتراكية بأن إنجاح ورش المنظومة الصحية الوطنية والحماية الاجتماعية هي مسؤولية الحكومة وليست مسؤولية قطاع الصحة بشكل منفرد ومنعزل، لأن ورش الحماية الاجتماعية هو ورش اجتماعي يهم المجتمع ككل وهو مشروع دولة. سيد الوزير المحترم، مشروع قناة الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية لم نجد فيه اهتماما كبيرا بالمؤسسات الصحية لا سيما الغير هادفة إلى تحقيق الربح، والتي تعتبر مكونا أساسيا من مكونات المنظومة الصحية الوطنية والتي لها أدوار جوهرية في تقديم الخدمات الصحية في عرض العلاجات والإسهام في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لضمان مجتمع يتمتع بالصحة الجيدة وكذلك الالتزام بمبادئ المرفق العمومي، خاصة إضافة إلى تعزيز الشراكة مع الدولة في مجال استدامة الصحة الجيدة والمساهمة في تطوير الخدمات الصحية وانسجامها مع التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال. والقطاع الثالث في مجال الصحة يمكن كل المواطنين بدون أي تمييز من الولوج إلى البنية الصحية على المستوى الوطني مكملة لها لما يقوم به القطاع العام، كما يعتبر كذلك القطاع الثالث شريكا للدولة في البعد الاجتماعي والبعد الاقتصادي والصحي بحكم المرونة من حيث الموقع الجغرافي والتنزيل الجهوي المتقدمة والاستجابة لمتطلبات المواطنين في مجال الصحة الجيدة. ويقوم هذا القطاع بالمشاركة في وضع إطار تعاقد استراتيجي شامل يحدد مساهمته بجانب القطاع العام في تطوير المنظومة الصحية. كما نعتبر أن ضمان الأمن الصحي للمغاربة هو مسؤولية الدولة بالدرجة الأولى، ونحن في فريق التقدم الاشتراكية نعتبر أن الدولة الاجتماعية تقوم بالأساس على دور الدولة كفاعل محوري في السياسة العمومية، أما دور الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والساكنة فيكون على مستوى التنزيل وأثناء الممارسة بصفتهم شركاء في خدمة المواطنين والمواطنين. هذه أهم مضامين التعديلات التي تقدمنا بها السيد الوزير المحترم. وأختم أن قناعتنا وانخراطنا المبدئي في نجاح ورش الحماية الاجتماعية وتحقيق الأمن الصحي للمغاربة يجعلنا نصوت بالإيجاب لصالح هذا المشروع قانون الإطار. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا السيدة النائبة المحترمة.